السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ إن شاء الله تكونوا بألف خير. ورجعت لكم أناشوفكم بتحدي جديد، تحدي من تحديات المقاومة الأسبوع الثالث. وقبل ما نروح للتحدي يا شباب، لا تنسوا تدعمونا من خلال ضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع، وكمان لا تنسوا تفعلوا الجرس لكل جديد من تحديات أو جلتشات. وعندنا التحدي بحكي لك إنشاء اتصال بالجهاز بالقرب من محطة سينابس. عليك تجي بتنزل معي على نفس هاي المنطقة، تجي هون سريع سريع، تيجي تعمل أول شيء نقطة اتصال هون. بعد ما تعمل نقطة اتصال يعني بس عليها، بس وانا اللاج عندي كان مش طبيعي، خليني اعمل زي هيك. هسه بطلع عندك تحدي بعده بيحكي لك استخدم مجموعة التنكر ثم ضع مخططات الاسلحة في محطة سينا بس. هسه كل عليك تيجي بعد ما تقرأ التحدي، هسه بتاخذ هاي راح تتنكر تكرر على سر شكلك. بعد ما تتنكر هسه زي هيك، تعال هسه امشي معي. كل عليك تيجي بدك تدخل هسه وين؟ هون بالداخل. سريع 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 بسرعة، هنفوت هون. احنا وصلنا، بس هسه خليني اقتل هذا، بلاش يقتلني هسه. بسرعة بسرعة هي هيك سريع. بعد ما تاخذه هسه تيجي هون معي بسرعه، بس انا رجعت عشان اتاكد وين بدي اروح، ما كنتش عارف وين. هسه هون محمد احنا فتنا نفس هذا الباب، امشي معي افرجيك وين اروح هسه. بس انا اخذ الميني، فكرت في واحد هون قريب. هي طلع هي هون، هي شايفها هي شايفها هي هون. عليك تحط هون المخططات اسلحه وبتخلص هذا التحدي. وبس يا شباب، هذا اخر تحدي من تحديات المقاومه للاسبوع الثالث. ولا تنسوا تدعمونا من خلال الضغط على زر الاشتراك، لايك المقطع، وفعلوا الجرس. خلينا نشوفكم في فيديو مقطع جديد. مع السلامة، بيس.